بالنسبه لمنتخبنا الوطني، اما بقى فيما يتعلق بالنادي الاهلي بكره ان شاء الله فرقتنا هتسافر الى السودان الساعه 4 بعد الظهر طبعا استعدادا لمباراه المريخ السوداني المقرره يوم السبت اللي جاي ان شاء الله في الجوله الخامسه من منافسات دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا. النهارده ان شاء الله هيكون في تمرين للفريق، امبارح كان في تمرين للفريق، كابتن بيتسو موسيماني المدير الفني عمل تقسيمه قويه بطول الملعب للاعبي الفريق، وكمان عقد محاضره فنيه مع كل اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق، شهدت تحفيز اللاعبين بعض التعليمات الفنيه وبعض الجمل التكتيكيه، واجرى الفريق مسحه طبيه ايضا. خليني اقول لحضراتكم كمان كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالاهلي قال تم الاتفاق مع نادي المريخ السوداني على خوض مران الفريق هيكون الخميس الجاي على ملعب الجوهره الزرقاء بالخرطوم بدل من يوم الجمعه، وكان المفروض هيكون يوم الجمعه بس هيبقى الخميس ده استعدادا لمباراه المريخ السوداني المقرر ليها ان شاء الله هيكون يوم السبت في الجوله بقى الخامسه من منافسات دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا. هو كمان اضاف كان مفروض او من المفترض خوض المران الرئيسي على ملعب المباراه يوم الجمعه، لكن عشان انشغال الملعب بال مباراة الهلال السوداني وصن داونز الجنوب افريقي ده هيكونوا في نفس اليوم ده اللي دفعهم للاتفاق على خوض بقى المران الرئيسي يوم الخميس. وخليني اقول لحضراتكم برده كابتن سيد عبد الحفيظ اضاف ان الفريق هيخوض مرانه الاخير يوم الجمعه على احد الملاعب القريبه من فندق الاقامه بالخرطوم.